البرزنتيشن دلوقتي انا اهم حاجه بحب اوجهها يعني كتكنيكال تيبس لتركيب الاساطر. هو احنا كتركيب اساطر والستيبس بتاعتها ممكن كلنا ندخل ونقراها ونشوف فيديوز والحاجات دي كلها فما فيهاش مشاكل. فانا من واقع الاكسبيرينس في تكنيكال تيبس كده بسيطه ممكن نستفيد منها لو احنا قرينا شويه بساط كده في الفاسكولار اكسس ازاي نركب الاساطر. دي مهمه بالنسبه لي. هو مش بريسبوند. نعم يا باشا. كده خلاص يا باشا. من هنا برضه ينفع يشتغل من هنا من الموبايل كارد. طيب. بالنسبة لنا هنبدأ نتكلم أهم حاجة. إحنا لو ما عندناش دوبلر بنركب بيه ألترا ساوند هنتكلم على لاند مارك إزاي تحدد الانترنال جاجولار فين وإزاي تعمل له بنشر. أول حاجة ممكن نلاقي مريض رقبته رفيعة وطويلة ونقول إن أنا هصطاد الفين على طول وأقعد أحاول معاه كتير وما يجيش معايا. وممكن واحد الرقبة بتاعته شورت برضه يعكسني. ففي لاند مارك برضه دي توصلت لها من كذا مكان. اول حاجه بغض النظر ان الرقبه طويله او قصيره مش هتفرق معايا. انا هشوف الثايرويد كارتليج تحته الكريكويد من غير ما نحسه بننزل 1 انش كده تحت. ماشي. فالثايرويد تحته الكريكويد يبقى ده اللاين بتاعي الهوريزونتال لاين اللي انا هدخل فيه. طيب هندخل من هنا ولا من هنا ولا من هنا؟ لازم نحط ايه لونجيتيودنال لاين معاه. ف لونجيتيودنال لاين انا لو انا بدخل بلاين هحس البلسيشنز بتاعه الكومون كاروتيد وادخل لاترالي. لو لقيتها على هنا في التراينجل هدخل في التراينجل اب تو ان انا نوصل بره، لان في فينز كتير بتبقى ديفييتد لاترال وممكن ادخل بالسيرور ابروتش بدل ما ادخل من هنا بالسيرور ابروتش. فانا لو انا شفت الليفل ده هوت مع ده ان شاء الله هتلاقي البين موستلي يعني. هوري لحضراتكم برضو دي اهيت أسطرة راكبة اهيت يعني دي كده ادى الثايرويد تحته الكريكويد دخلنا اهي. ماشي. دي مريض برضو رقبته طويلة اهيت نفس النظام ادى الثايرويد تحته الكريكويد اهو. لو شفنا هتيجي برضو الست دي رقبتها شورت نيك برضو مهما طولت قصرت الرقبة ديت هتبقى سهلة بالنسبة لللاند مارك دي. فدي اول تكنيكال تيب. في حاجة كمان انا مش كاتبها هنا، لازم الهيد تبقى فولي اكستند، لان الفين دايما يا جماعة احنا لو شفناه على ايدينا بتلاقي الفين تورشوس مش زي الارتري. الارتري بيبقى ماشي لونج اكسس. فلو انا الهيد بتاعت البيشنت فليكسد هتلاقي الفين مش في الاناتوميكال بوزيشن اللي انت داخل فيه، هتلاقي ديفييتد يا لاترال يا ميديال. فلازم تبقى النيك بتاعتي فولي اكستندد لدرجه ان انا ممكن احط حاجه جاون ولا حاجه تحت الشولدر عشان تبقى ايه. لو هو فولي اكستندد انا هدخل هلاقي الفين في نفس الاناتوميكال بوزيشن اللي انا اكسبكتد نلاقي فيه. انما لو شفنا واحد فليكسد والبوزيشن الشيست بتاعه ساقط لتحت هتدخل ما انتش هتلاقي الفين في المكان بتاعه. حتى لو لقيته ما هوش استريتشد هتيجي تبنكشر الفين هتلاقيه الجايد واير ممكن يعني هيبقى فيها مشاكل كتير. تاني حاجة احنا هنتكلم على اللينس بتاع الاساطر المستديمة. يعني دي ممكن اوريها لكم برضو في الفيديو هناك. احنا عندنا مقاسات كتير. هتكلم على التوتال لينس. احنا عندنا 24 اي اسطرة فيها حاجة اسمها توتال لينس من الهاب للتيب وفي الكاف للتيب. بين الهاب والكاف دولت 5 سنتي في معظم الاساطر. فانا لو عايز اطلب في اساطر مثلا الناس بيحسبوها من البدايه لحد النهايه مكان السرنج، فما تطلبش التوتال لينز، اطلب كاف تو تيب كذا لان ده ثابت اللي هو يهمك في تركيب الاسطره. فتطلب كاف تو تيب كذا. فاحنا لو شفنا اللي هي 19 سنتي دي هنشيل منها 5، ال 24 هشيل منها 5 هتبقى كام سنتي؟ 19 كاف تو تيب. في بعد كده 28، في 32، في 36، في 42، في 55. كل شركه بيبقى لها مقاسات.
بس الفكرة ان احنا عندنا 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 كل الشركات معظمها في 19 وفي 28 اللي هي 23 ماشي. فلو انا هركب ليفت ورايت هيفرق المقاس بتاعي. فلو انا ركبت على الرايت سايد هنحتاج 24 سنتي للأفريج سايد. انما لو لقينا واحد البادي سايز بتاعه كبير مش هينفعه 24 سنتي، هينفعه 28 في الرايت سايد. الليفت طبعا في كلتا الاحوال مش هينفع 19 سنتي كاف تو تيب لو افريج ولا البادي سايز بتاعه كبير. فالليفت لازم 28 يا مقاس اكبر 32 32 اللي هي 27 ماشي. لو انا هنركب فيمورال او اليك احنا التارجت بتاعتنا ايه؟ ان التيب بتاعت الكاستر تبقى في السنتر اوف رايت اتريوم على حسب الكيديكو جايد لاينز 2006. فانا من اي مكان بركب في الرايت عايزها في الرايت اتري. الليفت نفس النظام. حتى ايفن لو انا ركبت فيمورال او اليك او ترانس هيباتيك او لامبر انا عايز التيب برضو في نفس المكان مش عايزها تحت. فبالتالي تحت هتاخد مقاس اطول هنوصل لل 55 سنتي ماشي. الفرنش بتاعنا كل ما اقل فرنش اكسبتد اللي هو 14 سنتي اللي هو الديامتر بتاع الاسطره في الرايت سايد 14 عشان انا ممكن استخدم 19 سنتي. ما ينفعش استخدم اسطره كبيره واليومن بتاعها رفيع هيبقى فيه ريزيستنس في البلاط. شايف نروح نكمله. طيب فاحنا اتكلمنا كده ازاي السيرفيس اناتومي بتاع الانترنال جابلر واتكلمنا على الايه على المقاسات. وبرضه هيبقى في كلام واحنا بنتكلم في 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 فيدباك بيني وبينهم اثناء التركيب. ماشي بيتعلم خلاص كده. الله يزهر.